نعرف أن هذه المسيرة هي مسيرة الجهاد والتضحية والفداء، سوف تستمر بإذن الله تعالى. مسيرة المقاومة للطغيان، مسيرة المقاومة للاستبداد، مسيرة المقاومة للجهل، مسيرة المقاومة للاحتلال، مسيرة المقاومة للدمار والخراب الذي يشهده العراق، سوف تستمر على أيدي أبناء العراق وشعب العراق وقدرة العراقيين بإذن الله تعالى. هذه المسيرة التي قدمت هذه التضحيات لا يمكن أن تتوقف.